غادي نوريكم واحد الطريقه فكرت فيها مع صحابي و لا فامي، وعطاوني بعض الافكار باش ندير لي سيباراسيون ما بين صادير انا لو طاكسيور ولي كليون في لاغيير، وقامت لي قل من 1000 دينار جزائري. كنت هاد لا دوبلور كي شغل افيك دي زاغراف هما لا تو طولون واحد 5 ولا 6 سنتيمتر، وجيت للسياره هنايا شريت هادو الزوج لي كروشي يديروا 20 دينار بلس ان تويو تاع ملتي كوش يدير حوالي ما بين 70 حتى 100 دينار جزائري للمتر. انا غادي الحمد لله تعالى شهرين ونص الى قريب 3 شهور زعما فاتوا شويه صعب، و نستقبلوا هذه الفكره اللي جات زعما من عند الحكومه الجزائريه باللي نعاودوا ان شاء الله نخدموا. سي اون بون ايدي سي اون بون ديسيزيون اللي عاودوا خلاونا نخدموا. Alors personnellement, j'ai repris كانت un peu plus de 7 heures du matin. قعدنا uniquement في la wilaya d'Oran. الحمد لله ما رانيش عاقل بلي ركب معايا ان كليون وما كانش داير الماسك. Les instructions qui ont été données par les autorités alors la reprise de taxi jusqu'à maintenant on l'a reprise, c'était bon. D'ailleurs, le taxi là on a fait quelle la séparation, quel le chauffeur عنده la bavette تاعو. C'est bien, c'est organisé.